pero estamos a la deriva, estamos dando vueltas, no tenemos nada. Esto es firme, yo le dije lo que está pasando, aquí no me digo. Queremos ayuda, desde las 3 de la mañana que bajó el agua todavía no ha aparecido aquí nadie. ¡Nadie! ¡No tenemos ni agua para beber! ¡Que se entere! ¡Eso es un desastre! ¡Desastre! ¡Que ruede en cabeza! السلام عليكم الاصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. كما كتشوفوا الناس ما عليها ما بها، صبحوا كيشكيو وكيبكيو وكيندبوا، ما عندهمش الماكله، ما عندهمش الماء. دابا الهدف الرئيسي هو الحصول على الماء والاكل، بينما غير البارح ولا النامس او ليامس يعني كانوا مطمئنين ما عليهم ما بهم. كما كتشوفوا على اين هناك حوالي 20 مغربي مفقود، يعني ما باينينش فين هما ومفقودين. ماشي معنا راه ماتوا، وانما ما معروفينش فين. علاش؟ لان شبكه الانترنت والمواصلات كل شيء تقطع، والاهل ديالهم والعائلات ديالهم ما عارفينهمش فين. على اين نشوفوا الخراب، سبحان الله العظيم. دائما كنقول لكم راه وان القوه لله جميعا، يعني راه القوه لله سبحانه وتعالى ما فوقها حتى شي قوه. هذا الدمار الا بغينا نديروه بالطائرات وبالدبابات وبالطنوقة وما نعرف شحال، خصنا هاد الوقت شحال، يعني حسب غير انت. بينما شوف القدرة الله سبحانه وتعالى، كن فيكون. يعني الناس صبحات بلا سيارات، شوف كاين مسكين اللي شاريها بالكريدي، كاين اللي كيتقاتل شحال هو كيجمع باش يشريها. كما قلت لكم في حلقة سابقة، وفي الاخر كيبقى يتكبر على عباد الله، عندي طوموبيلة عندي كذا. دائما كنذكروا روسنا وكنذكروا الغير، انسان ما يفرحش بالممتلكات والقشاوش وهذه الدنيا، وانما خصو يفكر في الدار الاخره اللي فيها الحياه الابديه. لا تفرح بما اتاك ولا تحزن على ما فاتك، يعني خص داك الشيء يكون بالاعتدال كنقصد. شوف السيارات شي راكب على شيء بحال العاب العاشور، شو اش من قوه هزاتهم باش تعرف غير القوة ديال الماء هذه. فما بالك بإسرافيل وبملك الملائكة ديال الرحمن سبحانه وتعالى، ملي غيدخلوا يوم القيامة. وكلنا كنعرفوا وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت، وهذه الأشياء ديال يوم القيامة هذه غير أشياء نماذج بسيطة كيوريها لنا الله سبحانه وتعالى باش نعرفوا العظمة ديالو. على أي الناس راه كتبكي وتشكي، يعني رغم أن غير البارح كانوا مطمئنين ما عليهم ما بهم، فاصبح ما عندهم لا ما لا حتى شي حاجه وكيشكيو. بينما الانسان المسلم سبحان الله كي في رمضان كيجوع وكيعطش باش كيتعلم الصبر ومواجهه الصعاب اللي كتواجهو في الايام القادمه، اللي ما كيعرفش كيفاش غادي تكون. دابا حنا رمضان كيوريونا الشهيوات، كل وشرب، الحريرات، الطواجن، الروينه الى اخره، وكيردو رمضان اللي هو شهر ديال التمرين على مواجهه الصعاب. رمضان راه هو كيفاش تواجه الحرب الى جات، كيفاش تواجه الكوارث الى جات. على داك الشيء عندنا واحد المثال كنقولوا للبنادم اللي مهلوع وما نعرف وضرب الجوع وداك الشيء، كتقول له انت مالك ما عمرك سمت رمضان اصاح؟ واش ما عمرك سمت رمضان؟ كنايه على ان خصك تكون قوي وتكون شجاع في مواجهه هاد الصعاب والكوارث اللي كتجي والحروب ما بين الدول وداك الشيء. حاجه اخرى، الناس كتعتمد على الاكل الصناعي والوجبات السريعه. راه الناس خاصها ترجع للاصل ديالها وتطيب في الدار، ويكون عندهم التمار وعندهم الشريحه. شحال هاد الاجداد ديالنا كان عندهم القديد، يعني القديد وداك الشيء، الخليع الى اخره، يعني كانوا مستغنين على الدوله. دابا الدوله راه الا رفعت يدك كل شيء يبقى بالجوع، كل شيء يبقى مشرد، كل شيء يبقى ماكله، وكل شيء يبقى يشكي ويبكي. بحال هذيك قبيله باغين الجوع باغين العطش، مع الناس صبحنا عريانين يعني كتشكي. بينما رجع 100 عام اللور وشوف جدها واش كانت كتشكي، ما كانش كتشكي. انا كنذكركم بهذه الحوايج هذه باش ما تغيبش علينا، وخاص الناس ترجع تمرر على الطياب في البيت، يعني يلموا او يكنزوا اشياء هكا اللي تكفاهم سيمانه 10 ايام، لوبيا، عدس، بيدونات ديال الماء، التمار، الشريحه، هذه الحوايج هذه اللي كانوا. شوف المسؤولين كيفاش خرجوا، المسؤولين كيقول لك نحن يد واحده، متحالفون، متضامنون، ماشي بحال نحن الناس عند الزلزال ولا الناس عند الفيضانات، واحد اخر من الحزب كيرقص في اكادير وكيرقص هنا وهنا. على ان كلكم كتشوفوا الكارثه اللي وقعت ديال الزلزال الحوز، راه باقي الناس مشردين لحد الان.
باقي لحد الان مستردين مساكن في واحد الخيام والحالات يرثى لها، حتى دوك الديار اللي متنقلين باقيين محطوطين في واحد المكان وما سلموهمش ليهم مع الاسف الشديد. هادو اللي كتشوفهم دابا كيشكيو يبكيو، راه الدوله غاديه تدخل وغاديه تعمل المجهودات ديالها، والاوروبا غتعاون اسبانيا من طبيعه الحال باش يديروا اعاده البناء ويجيبوا الماكله والحليب والخبز وجميع المسائل غيعطيوها للناس. حتى واحد ما غادي تشوفوا ناعس في خيمه اكثر من شهر او لا شهرين، وانما غادي ينقدوهم وغادي يردوهم كما كانت الحاله ديالهم قبل، او لا احسن، بل غادي يردوهم الى الاحسن. وكما شفتوا المسؤولين الاسبان كلشي كيخرج نحن يد واحده متضامنون متحالفون، وعلنوا الحداد، الحداد الوطني، الحداد الوطني على هاد الكارثه هذه، وكلشي مستعد يضحي ويعاون وينقذ الاخوه ديالو في هاد البلاد هذه. يعني كنتذكروا حنا كمسلمين ملي كتصيبنا شي حاجه كنقول لكم هادشي هذا باش نرجعوا للدين ديالنا، لان الدين ديالنا فيه القوه. المؤمن والمسلم اللي كتصيبو كارثه بحال هذه ما كيبقاش يشكي ويبكي وتالف وما نعرف، كيعرف راه سمعتي، كيعرف راه الدنيا لا ثقه فيها، الدنيا ما عمرك تثق فيها، فدائما كون مستعد للسيء والاسوء، راه ما تعرفش منين تجيك. ها هي دابا الصين وامريكا باغيين يشعلوا حرب عالميه، الله يرزق السلامه وصافي. الصين راه وجدات الجيش ديالها وكتقول الجيش ديالها استعد وداك الشيء، وامريكا صيفطات عاود القوات ديالها مقابل تايوان. يعني لا تامن من هذه الحرب العالميه فين غادي تصفي، ربما ملايير البشر غتموت ماشي الملايين. الا كان الحرب الثانيه مشات فيها 60 مليون بالقليله، فكيفاش هذه الحرب الثالثه وبهذه التكنولوجيا وهذه الحروب؟ شوف الناس كيفاش كتعاني، شوف يعني صبحوا بحال في شي دوار كان لم يكن كن فيكون. الاسلام كيعلمنا ملي كتصيبك الكارثه دائما كتقول ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا. علاش؟ لان الاموال كتمشي او للمتاع او للدار كيمشي، ولكن راه تقدر تجيبه، لان انت اللي جبتي داكشي ماشي هو اللي جابك. في الطوموبيل ماشي انت هي اللي شراتك، راك انت اللي شريتيها. ها هي في الاخر في الواد ما عندها حتى شي قيمه وما كتجيب حتى جوج الفرانك. شوف جا الوقات مرميين في الواد ما عندهم حتى شي قيمه، فما خصش بنادم يتعلق بالاشياء ويتعلق حتى بالاولاد. فهمتي؟ دائما لله ما اعطى ولله ما اخذ. يعني هذه راه الدين خصنا نتعلموه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مريض وجاء واحد وقال له ما يكون عندك باس يا امير المؤمنين. تصور عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقلق وقال له لقد اذهب الله عنا الباس منذ ان اسلمنا. يعني الباس راه هو ملي كنا غنموتوا ونمشيو لجهنم، اما دابا الحمد لله مسلمين الى متنا غادي نمشيو للجنه الى بغى الله سبحانه وتعالى. فما نبكيوش ونشكيو على الدنيا. والى اللقاء في حلقه قادمه.